مساء الخير على كل مشاهدي ثلاث ستات في كل مكان. يوم جمعه جميل، يا رب تكونوا بتتفرجوا علينا وانتم متجمعين على سفره واحده وسعداء، ويا رب موضوع فقرتنا النهارده او حلقتنا كلها تعجبكم على خير. مساء الخير يا سو ويا سو. مساء الخير محلايا وانا على اتنين سو ويا سو. موضوعنا النهارده موضوع شائك. ستات مصر كتير منهم بيقولوا الأيام دي أنا جوزي ما بيصرفش علي. ده موضوع الرجالة بيقولوا لا الستات مصرفة. فالنهاردة هنناقش هي جوزها ما بيصرفش عليها ولا إحنا يا ستات مصرفات وبنضيع فلوسنا على الفاضي. بتقالي قليل قوي مننا اللي بقى كده دلوقتي. يمكن إحنا كمان يعني اخترنا الموضوع ده عشان خاطر جالنا رسالة من بنوتة حلوة، فقرة المسجات اللي عمالة بتوصل لنا دي. يعني قبل الرسالة بس عايزة أسلم على الناس ومساء الفل على كل مشاهدين ثلاث ستات وكل مشاهدين صدى البلد. وموضوع شائك زي ما سلوى بتقول وبنسمعه في بيوت كتير، مش عارفين بقى إيه الصح وإيه الغلط. المواضيع تدخلت خالص جدا. هنعرف دلوقتي الرسالة أكتر بقى. في بنوتة بعتت قالت إن هي عجبتها قوي الفقرة اللي فاتت بتاعت الرسالة بتاعت البنت اللي احنا اتكلمنا عنها، ولكن هي عاشت مع جوز أم قالت إن هو كان أحسن من الأب بكتير جدا بالنسبة لها، وكان بيصرف عليها بشكل حلو وكويس وما كانش بيبخل عليها بأي حاجة، وكان يمكن بالنسبة لها أفضل من أبوها لأن هي اتحرمت من والدها وهي صغيرة واتصدمت بعد كده بالحياة الاجتماعية. لما كبرت واتجوزت وراحت بيت جوزها اكتشفت ان جوزها عايزها طول الوقت تفضل تصرف على البيت، والمفروض ان هما بيشاركوا بعض. تقريبا هي ما منعتش في الاول وعملت دو، وبعد كده جابت بيبي وبقى عندهم طفل. بدأوا بعد كده هو عمال برضو ياخد من مرتبها ويصرفوا جدا على البيت، فبدأت تتضايق جدا. اكتشفت مؤخرا ان هو بيحوش مرتبه وهو عمال يتحامل عليها وتصرف طول الوقت من مرتبها على بيتها وعليه وعلى ابنها. طبعا دي حاجة صعبة جدا. لا يعني هو بيشيل مرتبه كاملا وبيصرف مرتبها هي على البيت. يعني هي اللي بتصرف ده مرتبها كبير على فكرة وعلى البيت كده يبقى مرتبها كبير. ما انا ما اعرفش، هما ممكن يكون مرتبها الصغير او الكبير بالنسبة لها هو معيشهم نوعا ما او بيشاركهم، لان احنا برضو ما شفناش حياتهم الاجتماعية عايشين ازاي. ايوه، اصلي في فرق ما بين انها بتشارك في البيت وان هي بتصرف على البيت لوحدها. هي قالت ايه في الرسالة اللي هي قالت بتشارك بجزء كبير ولا هي اللي بتصرف لوحدها وهو بيشيل مرتبها؟ ان هي بتصرف اهو. بعد فتره اكتشفت انه بيحاول يمشي البيت بمرتبي عشان يحوش فلوسه كلها. اكيد مش هقدر اكمل معاه، وبالنسبه لابني الصغير كده مش بيصرف عليه مليم، وانا اللي شايله كل حاجه. انا مش محتاجه نصيحه اكتر منها فضفضه، لكن سؤالي الرجاله ليه ما بتصرفش على البيت؟ طيب. انا بقول انه في انه برضو في ستات مش قابله فكره المشاركه. يعني لازم افهم، بما اننا دلوقتي بننادي بالمساواه وبما اننا راينا انه الست زي الراجل والظروف الاقتصاديه بقت صعبه فطبعا مفروغ منه فكره المشاركه. يعني لازم الست تشارك في مصاريف البيت. وده مش يعني مش مساواة ومشاركة. ده واحد بيحوش مرتبه. لا، هو ده وصل للإكستريم. يعني بس هي سألوا قصدها انه المشاركة من باب المشاركة، ان احنا هنتشارك، انت شريك حياتي فاحنا هنخش نص بالنص في كل حاجة. ده تمام، ده بالاتفاق بقى. تعالى اتفق معايا. لا، مش النص بالنص. انا مش قصدي النص بالنص، لكن انا قصدي انه مش عيب ان هما يكونوا متفقين يعني مع بعض. سيان النص بالنص، سيان هدفع 1000 جنيه في البيت شهريا، سيان هوفر او هعمل حاجة معينة فبطلع لك باقي من مرتبك. ما عنديش مانع في المشاركه، شاركي بكل اللي هتقدري عليه تكرما منها. بالزبط. لكن انت لا، انا رافضه تكرما منها، لانه لما نيجي نقول تكرما منها اذا احنا يعني عايزين ناخد الحسنى. يعني الحسنى بتاعت انه انا واحده ست. لا، بس انا مع سالي تكرما منها، لانه مش مفروض ان انا اصرف على البيت. لو هو لا، لما نقول لو هو مش قادر او فلوسه او مستواه المادي انا متجوزاه ليه عشان ارتاح؟ لا يا جماعه، لما نقول ده اللي هو ما بيصرفش حتى على ابنه ولا مدارس ابنه. الست زي الراجل،
يعني يعني حتميه مشاركه الست. لا انا مش عايزه الست تبقى زي الراجل في مصروف البيت. انا بتكلم بجد. اشمعنى؟ لا انا عايزه اتجوز واحد يشيل من عليا ضغوطات الحياه. انا واحده بقى ما يقدرش باي ذا واي ما يقدرش. لما ما يقدرش ويتفق معايا فعليا ان احنا هنشارك بعض انا ما عنديش مشكله جدا، هساعدك وهعمل كل اللي انت عايزه وانا معاك جدا قلبا وقالبا ونبني بعض. ولكن ما جيش انا بقى مديالك الامان والثقه والرجوله وقاعده في بيتك والاقيك انت بتحوش وانا تعبانه زي لا زيك. لا انا بيحوش دي انا مش مصدقه نفسي بجد، دي الكلمه دي هتجنني. وعلى يعني فكره انت بتحوش. أيوة بس انا برضو عندي سؤال. ومستخسر الفلوس أنا في ابنك ضناك ومخلي مراتك. انا مش فاهمه انا مش انت فهمة. مش راجل. هو بس استنوا يا والله بنات. والله لا مش للدرجه دي بالعكس. انا مش فاهمه هو الموضوع ان هما الاثنين عندهم ميزانيه واحده وفي فلوس هو بيشيلها على جنب. أيوة. ولا لا. ولا ما هو ده اللي عايزة الكلام واضح جدا. إيه بقى؟ قالت يا جماعة بعد فترة اكتشفت انه بيحاول يمشي البيت بمرتبي انا بس. هتقول ايه تاني يعني؟ ايه مرتبها هي يعني؟ ايوه يا جماعة لا بمعنى كده يا سلوى ان هم كانوا تقريبا بياخد مرتبها كله وهو كمان بيحاول يحط مرتبه هو بس. أيوة. وبعد كده مثلا لو كانوا بيجيبوا 6 كيلو لحمة في الشهر دلوقتي بقى بيجيب 4 كيلو لحمة في الشهر ومضطرة ان انت تطبخي. فهو بيوفر من مرتبه هو مقابل ان هو بيصرف. ايوه ما هو هنا لازم نسأل سؤال، الذمة المالية بتاعتهم واحدة ولا اتنين؟ هي مش لا هنا واحدة. لازم الضيفة بقى دي اللي بعت المشكلة نجيبها لان في دلوقتي اسئلة كده مش لانه لو الذمة المالية واكيد ذمتين. انا ليا ميزانيتي، ليا الميك اب بتاعي، ليا الكوافير بتاعي، ليا تفاصيلي وليا شغلي. وهو كمان ليه تفاصيله عشان اعمل ده. ده لو الذمة المالية واحدة مش معززة مكرمة في بيت ابويا وبرنسيسة ويجي واحد ياخدني في بيته عشان اصرف عليه. سلوى انت بتدافع عنه في الحته دي؟ يروح في الحته دي تصرف عليه. الموضوع ده الموضوع مكمل للمساواه بين المراه والرجل. طب انا عايزه اقول حاجه، لازم تبقى المساواه كمان في 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 في, في المصاريف، مش المساواه في اني وانا مع المساواه. ان يا جماعه انا من برنامجنا هذا ومن هذه المنصه انا مقتنعه جدا ان في راجل ممكن يبقى بيصرف على بيته كويس جدا وربنا كرمه جدا ويجي بعد فترة رزقه يقل. هل أنا معنى كده إن أنا هزله أو إن أنا هعايره أو إن أنا هقول كلمة وحشة؟ أنا مع الأرزاق. هو رزقه والله ربنا كاتب له 1000 جنيه أنا المفروض أرضى بيها بالضبط وبتديها له. لكن أجي بقى أنت هتقعد تحوش وتروح تتجوز عليا وتتفسح وتخرج مع أصحابك وتنزل القهوة وأنا قاعدة في البيت بربي العيال. لا. وتعبانة. لا 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 طب ما هو في فرق بين إن إحنا بنقعد نتفق اقتصاديا ونتفق احنا عندنا ذمة مالية واحدة وكل واحد فينا هياخد مصروفه علشان عنده مصروف خاص، لانه لازم برضو البني ادم يبقى الراجل أكيد. والست لانه هو عنده مصاريف وانت عندك طول ما احنا متفقين يبقى مفيش مشكله. اتنين ذمه ماليه وهو مخبي عليها وبيشيل من وراها. من الرساله يا سلوى ما كانوش متفقين، لان هي بتقول انا اتفاجئت ان بعد فتره بقى يحوش وغير، يعني حتى لو كانوا اتفقوا على حاجه هو غير اتفاق. طب انا كمان دلوقتي ثانيه معلش، انت دلوقتي عندك بنتين. أيوه. على وش جواز. أيوه. وعايزين نفرح بيه. ادي علي أيوه. جاي دلوقتي عريس. قول يا سيدي. انا 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 هتوافقي؟ انا كأمهم ماليش دعوه، ماليش اتدخل. هم اللي هم ماشي. بس لو جت هي اشتكت لك لا هوافق. ان بنتي مش بس هوافق، انا بنتي لازم تشارك في مصاريف البيت. ده شرط المشاركه حاجه. وان انا طب انا وانت قاعدين دلوقتي في بيت واحد ومتفقين على ميزانيه واحده وجيت انا بعد كده قلت لك باخد منك الفلوس واكتشفتي بعدها ان انا بصرف من فلوسك انت بس وما بصرفش يا حبيبتي. ما هي لو ذمه ماليه واحده ففي فلوس ادخار هو شايلها. هو الادخار ده للاسره مش دي ولا ليه لوحده؟ مش دي القصه. سؤال الادخار دلوقتي في ايه اهم من مصاريف ابنه؟ انت مدخر لايه لما انت أيوة بتصرف على دناك؟ انت مش واخده بالك. انا اقصد ايه؟ انا اقصد انه خلاص هي بتقول ان هي بتصرف فلوسها بتكفي وهو بيشيل معظم فلوسه كادخار. بيشيلها باسمه ما قالش ولا عندهم الدخار. حساب مشترك ما قالش ادخار. قالت اتفاجئت كلمه. ما هي يا جماعه الصدمه، انا اتفاجئت اكيد مش مبسوطه ان هو بيحوش. يعني يا ريت يعني يا ريت قايلها هي لازم تنبسط. انا عايز اخد رايك في حاجه تانية بقى. معنى الزوجين اللي الزوج انفصل عن مراته وبعد كده قرر ان هو مش هيصرف على اولاده بسبب ان هم انفصلوا؟ لا دي حاله تانية خالص. طيب انما لما بنتفق يا جماعه لازم الناس يعني اللي اوله شرط اخره نور. يلا نتفق، انت عندك فلوسك وانا عندي فلوسي ونعمل مصروف البيت وكل واحد فينا يحتفظ. هنفتح حساب واحد مشترك
عشان الفلوس اللي بيشيلها دي هي من حقها، لان هو طبعا أنا من حقها تبقى عندها جزء من الفلوس دي، لان وفي النهايه الفلوس بتاعت العيله لو هي حاسه بامان. افرضي بيحوش عشان يروح يتجوز واحده تانية، لا دي حاجه تانية. لو بيحوش عشان نكبر البيت، عشان نجيب بيت تاني وبنفكر مع بعض، ولو بيعمل ده ما كانش هيخبي عليها وما كانتش هتتفاجئ. بالظبط. اقول لك ممكن يضطر هو ممكن يضطر يخبي عليها ليه؟ لو هي مسرفه بتصرف في كلام. طب لو هو ينفع فلوسها انت لو انت في الموقف بتاع البنت ده يا سلوى هتعملي ايه؟ هقعد معاه وهبتدي ادور على واجباتي وحقوقي. حقوقي ايه؟ انه يبقى عندنا حساب بنكي مشترك. ولقيتيه تفاجئ باللي انت بتقوليه وبيكذب اللي انت بتقوليه له، لا هتعملي ايه؟ اولا قبل الجواز لازم في حاجات، هم متجوزين في بينهم طفل. ما انا بقول لك هي غلطانه، انه في حاجات الاقتصاديات، الفلوس، الماليات مهمه جدا في الاتفاق على ساعه الجواز. انا وجوزي كانت فلوسنا واحده، والحقيقه الراجل كان بيديني كل دخله وانا اللي بتصرف، بس مرات كمان دخله كان بيبقى اقل شويه. هي كمان ما هي دخلها اكيد يعني مش معقول يكفي. ما انا بقول لك ما عنديش مانع في حته الارزاق، مين اكتر من مين وبيساعد في ايه. هقول لك قصه صغيره. راجل بيدي مراته كل شهر 1300 جنيه علشان مصروف الشهر، مصروف البيت بتاع الشهر، وتصرفي. هو بيقبض كام؟ هو مرتبه معدي ال 10000، ومعتمد ان هي بتشتغل وعندها وظيفتها، اللي هو كملي من جيبك بمعناه. ففي حاجه اسمها كده؟ لا مفيش حاجه اسمها كده. دروس خصوصيه، مدارس، تمرينات، لا الكلام ده كلام فارغ. ده كلام فارغ. ده تسميه اولا هو ده. لازم يبقوا عارفين دخل بعض هما الاثنين. ده جواز يعني ناس متجوزه يعني وفي ناس بتكذب يا سلوى. لا انا بتكلم يعني انت من الزمن الفن الجميل فعلا الجميل زي يعني كله اصل وكله حاجه احنا فيه دلوقتي حاجات صعبه. لا سوري يا انا اقصد بقول لك هو في ناس بجحه اللي هو ده اللي عندي تصرفي. لا ايوه دي حقيقه. ايوه الناس صح. الاسوياء اللي هو الناس الاسوياء ايه؟ الناس بنحط فلوسنا على بعض ونصرف على البيت بس بنشيل فكره الغديوه دي بطلوا يعملوها. ما بقوش بيعملوا غديوه. ما بقوش يعملوا كده والله. بقوم يعملوا بيعملوش غديوات خالص. ايه؟ عايزه اقول لك ان هي هقول لك انا في ناس يعني اقول في ناس بتخبي الفلوس في الاريال عشان بصي هي الاستخدام الوحيد اللي هي ست البيت الوحيده اللي بتستخدمه عشان هو ممكن يكون بيطلب حاجات او مش عارفه توفر من وراه. يعني ايوه مسحول غسيل. انا عماله اقول اريال التلفزيون. لا مسحول غسيل. لا ازاي ما مش مسحول غسيل. لا يا بنات انا بتكلم على العلاقه الزوجيه العاديه الطبيعي الناس السويه الطبيعيه. بنحط فلوسنا على بعض، بنصرف مع بعض، والباقي بنحوشه في حساب بنكي واحد. انا كنت عامله كده لو جوزي عشان انت طيبه انت جمال. وهو انت ما كنتيش عارفه مصلحتك. انت لو عارفه مصلحتك الراجل لو حوش هيتجوز تاني هيلبس اللي هي قصر ريشه يعني. ايوه لما يحوش بيزيد في لا اظن بيبص بره على طول معروفه. لا انا كرامتي كواحده ست ما تسمحليش بفكره انه السبب اللي هيخليه يتجوز عليا انه عنده فلوس زياده. ده عيب كده. مش كل الرجاله طبعا ده يجرح كرامتي قوي. لا اكيد مش كل الرجاله، ولكن فعلا الفلوس الكتير غلط يا جماعه. واحنا عشان مش خايفين عليكم بنحب يا نصرفها في البيت يا تديها لي نحوشها لك، لكن تاخدها انت وتصرفها بره ما يصحش. لا يعني رجاله زمان كانوا بيعملوا حاجه لطيفه، كان بيشتري لمراته ذهب وده التحويش بتاعه. دي حقيقه. صح دي حاجه لطيفه جدا نقدر برضو نفكر فيها دلوقتي. لا دلوقتي اشتري لمراتك ده يا ريت والله بجد. سوسو انت بتدينا بصيص امل. بس هو بجد لو تشوفي كميه المشاكل اللي بتكون موجوده على السوشيال ميديا وحتى على البيج بتاعتنا بتاعت ثلاث ستات، تحزني على الحاله اللي فيه الستات في البيوت بجد، على اللي بيحصل معاهم من اجوازهم ومن معامله كمان. سيبك بقى من المصروف او الماديات دي اخر حاجه، بس هي ساعات بتبقى قاعده معاه في البيت عشان يا حرام هو اللي لا انا عارفه الحاجات دي، بس برضو يعني طبعا في موجود وفي بنسبه كبيره. يعني انا كان عندي ست بتشتغل في البيت، وبعدين في يوم الست دي تعبت فبعتت لي ضرتها. اوكي. وبعدين انا بعد شويه اكتشفت ان في واحد راجل متجوزهم هما الاثنين. انا اعرف شخص قاعد في البيت وهما الاثنين بيشتغلوا والاثنين قاعدين. يعني هو قاعد والاثنين يا حبيبي بيصرفوا عليه. والاثنين بيشتغلوا وبيصرفوا عليه. ده برنس ده. وده متكرر وكمان بياخد فلوسهم يقعد على القهوه.
يعني كمان جزء من الفلوس يقعد على القهوه. وفعلا الست دي كانت كتير قوي تقول لي لا انا مش هقبض النهارده. ده جنف لسانه ده اللي يجمعهم هما الاثنين يفضل يتكلم يشتغلوا ويرجعوا له بالايراد الفلوس. لا بس الحاله اللي انا اعرفها ما بيشتغلوش، ولكن هما اسره مترابطه جدا جدا بشكل جميل جدا. بس انا عشان البنت يعني إيه بشكل جميل اللي هو اتنين ضراير بيحبوا بعض اكتر من الاختين اللي مولودين من نفس الام والاب. بس الله. مش هقول لك اكتر من كده. اوكي بتكلم بجد. ايوه يعني ودي مخلفه ودي مخلفه على فكره. كل علاقه وليها سرها، يعني كل علاقه وليها السر بتاعها. في 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 كده في في ينفع كده بس فيها بس الاغلبيه ما ينفعش وفيها كدا. مشاكل وفيها شويه حاجات صعبه جدا. يعني يمكن في مره من المرات نعمل لكم حلقه عن الموضوع ده لانه موضوع حلو. ولكن عايزين نرد على البنت. انا شايفه من وجهه نظري ان انا عايزه اقول لك ان انت لو لسه ما انفصلتيش اتكلمي معاه وبطلي تصرفي على البيت. قولي له ان انت هتقدري تحطي ده مش رايي معين. انا بسجل ان ده مش رايي. ده رايي انا. اوكي انا قلت ان انا ده رايي انا. اوكي ومن وجهه نظري يعني ان انت تقعدي معاه. ولو انت لا طبعا خليه هو كمان يشارك في مصروف البيت يمكن بمرتبه كله، او تتفقوا ان هو يشيل جزء منه على جنب وانت كمان تشيلي جزء من مرتبك على جنب. ولكن مسؤوليه البيت هي مسؤوليه واحده ومشتركه بينكم انتوا الاثنين. مش عليكي ده بقى رايي. مسؤوليه البيت مسؤوليه مشتركه. لا انت قلتي ده مش رايي. لا انا بهزر. مش رايي انه في الاول كلامي الاول. انا رايي زي ما قلت ذمه ماليه واحده وحساب بنكي واحد. محدش بيعمل كده. انا عايزه اقول لها انه اقعدي بس قبل ما تسيبوا بعض وقبل ما تبوظي البيت اقعدوا مع بعض واتكلموا. يمكن يكون هو بيحوش انه عايز يعمل لك حاجه قدام. يعني خلينا يعني ايه نحط ما كانش خبى عليا. خلينا نحط حسن الظن ونفترض حسن الظن ونفترض ان هو كويس لان في بينكم طفل او بيبي مش عايزين برضو نضيع صح. مستقبله. فاقعدوا مع بعض واتكلمي معاه واجيب كل حاجه وقولي له انا مش مرتاحه من الوضع ده وشوفي هيقول لك ايه. لو لقيتيه بجاحه وبتاع وحاجات كده خلاص. لكن لو لقيتي في امل ومتهيألي هتلاقي امل اديله فرصه تانية. يمكن هو مش واخد باله الرجاله برضو مش بياخدوا باله. هو في الجواز الكلام مهم بالظبط والاتفاقات الواضحه مهمه قوي. الاتفاقات على الفلوس بالزبط. مهمه مش حاجه تكسف يعني مش حاجه تكسف. يعني انا اظن انه سبب مشكله البنوته ان هي ما حطتش النقط على الحروف من بدري وانها اتكسفت تتكلم في موضوع الفلوس صح. فارجوكم موضوع الجواز ده غير انه علاقه مهمه وعلاقه مقدسه وعلاقه عاطفيه وبابا وماما وكل حاجه، فهو برضو في جزء منه مؤسسه طبعا. في المؤسسه دايما فيها جانب مالي بالزبط. الجانب المالي إدارة الحسابات بالزبط. اللي هي حاجة مهمة جدا في المؤسسة دي عشان استمرارية المؤسسة. وأي واحد فيهم ممكن يبقى أشطر من التاني طبعا. يعني الشاطر هو اللي يمسك مصروف البيت طبعا صح. فهنتكلم في الموضوع أكتر يعني من الناحية النفسية والناحية القانونية كمان عشان كل واحد يعرف حقه إيه. بس بعد الفاصل استنوا. ورجعنا تاني وهنتكلم زي ما قلنا بعد من شويه ان هنتكلم عن الموضوع من الناحيه القانونيه ومن الناحيه النفسيه. انه ليه الازواج او في بعض الازواج مؤخرا ما بقوش يصرفوا على زوجاتهم في البيت؟ هل دي حاله نفسيه ولا هل ده مرض ولا هل ده ايه بالظبط؟ مشرفانا ومنورانا استاذه ولاء عدلي المحاميه واستشاري الطب النفسي دكتور ابراهيم مجدي حسين. منورنا في ثلاث ستات. اهلا بيكم. اهلا وسهلا بيكم. خلينا نبدا اول سؤال مع حضرتك يا دكتور ونشوف ايه الدافع الشخصي اللي بيخلي الاب ممكن ياخد القرار ان هو ما يصرفش على اولاده. خلينا نتفق ان المرأة المعيلة دي مشكلة كبيرة هنا في مصر. احنا اكتر من 12 مليون مرأة معيلة طبقا للمجلس القومي للمرأة والاحصاء والسكان. يعني اكتر من حوالي تلت الستات 12 مليون معيلة. تلت ستات مصر بيصرفوا على البيت. بيصرفوا على البيت. هنا الدافع جزء منه مرتبط ان الشخص يبقى مدمن مخدرات فقاعد بيدمن ما بيشتغلش طول الوقت متبلد المشاعر عايز يجيب فلوس عشان ياخد مخدرات ما عندوش احساس. شاف ابو يعني جزء منه برضه هو اتربى بيئه كده شاف الام بتصرف فمتعود على كده ما عندوش لا مبالاه.
تاني حاجة بيبررها نفسه كعناصر اقتصادية، العناصر الاقتصادية يعني في ظل أزمات اقتصادية فناس كتير استغنوا عن وظائفهم، ناس كتير بقى في بطالة، فيقول لك طب أنا قاعد فترة وأنت بتشتغلي، طب خلاص قومي أنت بالبيت فترة، ويستحلى بقى الحكاية ما يدورش، يعني مثلا شهر يقولها شهر شهرين ثلاثة أربعة ومستحلي بقى الحكاية، كل ما تقول له اشتغل يقول لها هدور على شغل، ويروح يرجع لأهله يقول طب طالما هي بتشتغل خلاص خليها تشتغل وخليها تجيب، يعني الاستمراء والمصحوب بالكسر. طيب أستاذة ولاء، هل ممكن في عقد الجواز يتكتب شرط إنه الزوج يصرف؟ هو رغم إنه يعني إحنا مش محتاجين لكده، بس الإنفاق أصلا على الرجل. أوكي. حتى القوامة في الشريعة الإسلامية بما أنفق بالزوج، فطبيعي إن الأب هو الملزم بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته، حتى لو كانت زوجته دي غنية أو عندها ميراث أو في أعلى المراكز وبتتقاضى أجر كبير، هو برضو الملزم بالإنفاق. هنا الزوجة بتتعامل على أساس إن هذا الزوج لو هو بيبخل عليها أو مش عايز يصرف على البيت، هنا القانون بيديها الحق إن هي ترفع دعوى نفقة زوجية لو هي على الحياة الزوجية قائمة بالفعل، والأبناء كذلك هو ملزم بالإنفاق عليهم من جميع أنواع النفقات، يعني مصاريف مدارس، علاج، نفقات يومية، المأكل والمسكن، وكل دي أمور إحنا بنواجهها كمحامين مشاكل في قضايا الأحوال الشخصية، والمحاكم مليئة بالقضايا، يعني كل يوم كده رول كبير جدا. نسبة كام تقريبا عشان نحدد بس حجم المشكلة، نسبة القضايا اللي بالسبب ده؟ لا كبيرة جدا، كبيرة، يعني أقدر أقول مثلا بقت 50% تقريبا، يعني ليه؟ لأن معظم في رجالة كتير بتتجوز وهي ما عندهاش مسؤولية، ما عندهاش تحمل مسؤولية، أو معتمد إن كان والده بيصرف عليه، أمه بتصرف ولا فعلا عليه. الظروف الاقتصادية ممكن ده يكون سبب. هنا الزوجة على فكرة بتكون معظم السيدات المصرية سيدة أصيلة جدعة، ست جدعة، بتقف جنب بالزبط. زوجها وبتحاول إنها تساعد في البيت، وكل واحدة بتشتغل على فكرة بتساعد في البيت دي حقيقة، يعني مستحيل هتلاقي ابنها عاوز حاجة أو محتاج حاجة نفسه في حاجة مش هتجيبها له، هي بتجيبها وكل حاجة، إنما فكرة العند اللي هو تصرف غصب عنها هي دي اللي بيبقى فيها مشكلة. يعني ست ممكن تصرف بس بطيب نية أو بطيب خاطر، مش فكرة ان هو اجبار عليها او علشان انت بتشتغلي فتدفعي مقابل عملك. مظبوط. وده بيحصل كتير. لو هو ما بيصرفش، يعني الدكتور قال ان في عوامل فحضرتك اديتنا كذا عامل لعدم انفاق الرجل على المرأة، ولكن حضرتك اتكلمتي يعني بحيادية. لو جت السيدة قالت لك لا هو ولا بيشرب ولا عنده اسباب ولا عنده اي حاجة، ولكن ولا ظروف اقتصادية، حصل حالة من الانفصال وهو قرر ان هو ما يصرفش على الولاد، وقتها بتعملي ايه؟ وعلى الرغم ان ده مرتبه كويس وابن ناس وعادي جدا، بس هو خلاص مسؤوليتك بقى انت البيت والولاد. هنا الزوجة من حقها ان هي ترفع دعوى نفقة لنفقة عدة ومتعة وفي المؤخر، دي النفقات اللي هي ما بعد الطلاق، تمام؟ وفي قائمة المنقولات، دي من حق الزوجة في حال طلاق أو خلع، ونفقات الأبناء. بنعمل إيه إحنا؟ لو هو متعين في وظيفة حكومية أو قطاع خاص بنجيب حاجة اسمها مفردات مرتب، القاضي بيدينا تصريح إن إحنا نروح للجهة اللي هو بيعمل بيها وبيدينا مفردات المرتب، وبناء عليه القاضي بيحكم ليها ولأبنائها على حسب كل عدد الأبناء وعلى حسب القضايا اللي زي دي. يا أستاذة ولاء بتاخد وقت طويل جدا، يعني أنا بحس إن الست مش متحملة مصاريف زيادة على مصاريفها عشان تجري في مع المحامين والقضايا. النفقات حاليا بتاخد مثلا 5 شهور فعلا كقضية، أسرع من زمان. وكمان الاستئناف لا يوقف التنفيذ، يعني هو ممكن يستأنف مبلغ النفقة يقول لا ده كتير، لا على بس حسب هيكون دفع اوريدي، بس هو احنا مسافة ما بناخد حكم بنروح ننفذ على الجهة على طول. طيب دكتور قول لي، لما راجل الظروف بتخلي الدنيا ان الست اللي تصرف، احساسه النفسي بيبقى ايه؟ يعني انا سمعت كتير ان الراجل لما مدة طويلة الست اللي بتصرف بيبقى عنيف اكتر، بيتحول لعنيف لو هو متبلد المشاعر اساسا، لو هو متبلد المشاعر وحس ان الست هتركبه بالبلدي هتركبه، فيبتدي ايه
يعمل عقد تضاعف، هو حاسس جواه انه ضعيف جدا وانه مغزي مغزي وانه منكسر. طيب انا عايز مش عايز يوصل الاحساس ده للست قصادي، ابتدي ابقى عنيف جدا تجاهها وابتدي ابقى متنرفز طول الوقت وقاعد اشتم طول الوقت وبحول البيت نكد كله، وتلاقيه تقول لك من اول ما قعد في البيت وهو بيتخانق مع الولاد وبيتخانق معايا وعايز فلوس طول الوقت وعايز سجايره وعايز لبس، وتلاقيه لابس شيك وتلاقيه لابس شيك او ينزل بيبين قصاد الناس انه ايه انه شيك ومحافظ على نفسه ومظبط الدنيا كلها وهي مهمله، ويتهمها كمان بقى يبتدي يتهمها ان شكلها اتغير وان ما بقتش مهتمه بنفسها يقلل ثقتها ويبوظ لها ثقتها. ده بيعمل حاجه اسمها رد فعل عكسي، هو جواه داخليا حاسس انه مهزوم ومنكسر بس مش راضي يبين، عشان يفضل ايه فكره انه لما اتكلمت الأستاذ على القوامة، في رجالة فاكرة ان القوامة بالايه برضو بالصوت العالي او بضرب او كسديا، وعندنا نسبة عنف مرأة كبير فبنيجي نرب، وتيجي برضو بقولك هركز برضو على المخدرات، يبتدي برضو ايه علشان يخرج من الحالة دي او المود دوت يبتدي ياخد مخدرات عشان يغيب نفسه عن الحالة دي طول الوقت. هنا برضو انا عايز الفت نظر، المرأة المعيلة مش هي بس الست وجوزها، ده في بنت مثلا بتصرف على الأسرة كلها، الأب والإخوات والأخوات، وتلاقي الإخوات رجالة والأب ومستنين هي اللي تجيب لهم فلوس، وما همهمش مصدر الفلوس منين، هم متبلدين المشاعر كده مش فارقة معاهم. لو بس هو تبلد مشاعر ولا عجز؟ ولا ينفع حد يبقى عجز يبقى يعني ما عندوش يعني مصدر دخل؟ أنا زي ما قلت حضرتك في الأول في جزء اقتصادي فلازم نعذره، بس عذره لقد إمت لغاية إمتى؟ لأنه ساعات بيقعد يماطل لما هيجي شغل أصلا أنا نزلت دورت، لكن لا ده في من أول شهرين ثلاثة بيستجيب ويفضل قاعد في البيت، وبعد كده بينزل يقعد على أي كافي الصبح من الصبح بالليل، أو بيروح النادي على حسب بقى مستوى الاجتماعي. أصل المرأة المعيلة دي مش شرط تبقى أسرة فقيرة، ممكن تبقى أسرة غنية، بس إيه زي ما قلت لك عوامل اقتصادية أدت إن الشخص ده ابتدى يقعد في البيت ما يشتغلش. في واحد بقى بتعجبه قعدة البيت والقعدة مع أصحابه، ويعزم صحابه ويروح يتفسح ويروح يكبر دماغه خالص، فبيتحول بقولك من أول هو عاجز الأول، بس بعد العجز تحول إلى تبلد تام، ما عندوش أي دافع إن هو يزقه، وبعدين يروح يستشير حد تاني يقول له ما فيش شغل، وهي طالما بتشتغل انت ايه فكرة حرمان الولاد في سن صغير من والدهم، او في بعض من الاحيان الولاد بيكونوا مع الاب والام لا، بس دي نسبة قليلة جدا يعني. هل جيل حضرتك في العيادة قبل كده كذا حالة حصل من خلالها انفصال، والام جاية بتطلب مساعدة حضرتك انها تقاوم مصاعب الحياة مع أولادها برضو؟ ده كتير جدا، ده كتير مش كذا حالة، ده كتير جدا ده، وإحنا عندنا نسبة طلاق مرتفعة ونسبة الأمراض النفسية اللي بتنتج أو الأثار مش الأثار، الأثار النفسية اللي بتنتج في الأطفال عن الطلاق بتيجي، يعني بتيجي إن الأطفال ابتدى يبقى فيه تبول لا إرادي، تبتدي تتكلم تبقى فيه انفصال، بيشوف بابا لا ما بيشوفش بابا، وبابا متجوز واحدة تانية وفي بيت تاني وما نعرفش عنه حاجة، ومش راضي يصرف، مش راضي يصرف. قانون الرؤية اللي عن المطبق حاليا في مصر ان الاب يشوف ولاده 3 ساعات في الاسبوع فقط، ده قانون في احد مراكز الشباب، واحيانا يكون مكان غير ملائم اصلا، بس مرات الابهات نفسهم بيشتكوا من قانون الرؤية. يعني قانون الرؤية بتاع 3 ساعات ده هي مش من مصلحة الولاد ولا الام ولا الاب. هو قانون الرؤية قانون ظالم لان هو غير حيادي. تاني حاجة، طب هل 3 ساعات في الاسبوع يا جماعة هيقدر ان هو يوجه الصغير، يقدر ان هو يراعيه يشوف احتياجاته؟ ممنوع استضافة كمان غير مطبقة، حتى في نواب كتير كانوا طالبوا بتطبيق الاستضافة في مصر، بحيث ان الاب ممكن لو هو انسان كويس وبينفق على الصغير ممكن يستضيفه عنده يوم او يومين يبات معاه ويرجع تاني لامه، بحيث ان هو يشوف الاب ده حياته ويقدر يخرجه، حتى لو هيوديه نزهة كمان يشوف اهل ابوه، يعني يشوف الجد والجدة، لان هم كمان ليهم حق على الصغير ان هم يشوفوه. مزبوط. بس هنا الفكرة في آلية تنفيذ فكرة الاستضافة، يعني نواب كتير طلعوا واتكلموا في الموضوع ده واقترحوا
آلية للتنفيذ ويبقى في قرار بمنع من السفر للخارج على أساس إن لما يستضيف الولد ما ياخدوش ويسافر بره وكده. دي كلها حاجات كانت مقترحات، ولكن يا جماعة لم يتم إصدار قانون حالي يطبق على أرض الواقع بفكرة الاستضافة وفكرة تعديل الرؤية، فكرة ثلاث ساعات في الأسبوع غير عادلة. فكرة غريبة جدا، غريبة. وأحد مراكز الشباب كمان يعني ممكن يكون المكان نفسه غير ملائم، لأن أنا سيدات كتير بتجيلي وتقول لي أنا كمان بروح والأب كمان ما بيجيش. يعني هو بس كيد كمان إن أنا أرفع دعوة للرؤية وعند فقط لا غير. هو العند ده بيأثر على على الطفلين بعد. هنا فكرة ليه راجل ما يصرفش على أولاده رغم إنه يكون بتبقى عند، أو هو حاسس مثلا إيه حماته السابقة مكرها عياله فيه، يقول لك بروح أشوفهم في الثلاث ساعات دول ألاقيهم كارهني ومش راضين يقابلوني، أو أنا أساسا الانفصال حصل لأن أنا راجل غير مسؤول أساسا قبل كده، يعني الانفصال اللي حصل ده فمش فارقة معايا رؤية مش رؤية. بس إن هو بيصرح نفسه كده وبيقول إن أنا ما كنتش ملتزم قبل كده، ده لا إنسان مفيش، ما بيصرحش نفسه، هو بيبين نفسه دايما بيجد مبررات، ده هيقول لك المبررات إني أنا بروح ألاقي الولاد مش طايقني مش راضين يتكلموا معايا، احاول اشوفهم ما بيجيبهمش في الرؤيه، اجي اكلمهم في التليفون ما يردوش يردوا عليا. للاسف من الزوج والزوجه احنا بنستعمل الاطفال، هي في لعب خطر جدا. دايما احذر اي ام واب، مشاكلكم حيدوها خالص عن ولادكم، ما تدخلوش ما تستغلش ولادك في مشاكلك، ما تقعدش تكره مثلا تبقي انت ام، ما تقعديش تكرهي البنت في باباها، هتيجي تكبر وبعد كده 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 غصب عنك هتروح له وهتدور. طب قول لي يا دكتور، هتدور هو عليه. البخل ممكن يكون مرض نفسي وممكن يتعالج؟ طبع في الشخصية، في فرق ما بين أمراض نفسية وفي طباع في الشخصية وحاجات متوارثة يعني بورس. البخل ده طبع ولا؟ لا بخل طبع. البخل يعني ممكن حد يبقى مولود بخيل؟ ممكن يبقى يعني مفيش أمل؟ لا مفيش أمل. بتحبه والراجل كويس بس بخيل بخيل على غيره لكن مش على نفسه. لا هو بخيل، أنا هو الشخص البخيل في مشاعره، بخيل في كل حاجة، ده مفيش أمل. متوارث، بيبقى وارث الحكاية دي في الجينات. الجينات، الطباع دلوقتي بقت جينات، يعني الكذب تلاقي الكذب، هتدور هتلاقيه هو بابا كذاب او مامته كذابه، بخيل تلاقي حد من العيله بخيل، حد من الاسره بخيل، دي الطباع بقت ليها دعوه وليها دعوه بالتربيه. يعني هو البخيل ده لازم يكون اتعلم البخل ده من حد مش شافه. انا عايزه عفوا لاقطع كلام حضرتك استاذه ولاء، لو دلوقتي في مثلا زوجين كانوا مسافرين وحد منهم قرر الانفصال ورجعوا مثلا أي إن كان إيه البلد اللي قعدوا فيها استقروا فيها، وفي حد تاني فضل مسافر في نفس البلد وحصل الانفصال، ودلوقتي اللي بيبعت المصاريف الجد أو الجدة وبعد فترة قطعوها، هي تجيب حقها من مين ولسه ما فيش أي قضية اترفعت؟ هو للأسف لازم ترفع دعوة عليه هو. حتى لو هو في بلد غير حتى مصر. لو في بلد هو بننفذ عن طريق الانتربول، يعني هي احنا بنرفع هنا دعوة نفقة للأبناء مثلا، وهم الأبناء لو تموا سن 15 سنة هم اللي يرفعوا أصلا الدعوة. ده سن مخاصمة قضائية، فالابن هو ده يرفع دايركت دعوة على الأب بالإنفاق، تمام، سواء بقى في تعليمه او في احتياجاته حصلت الاساسيه. حصلت قبل كده ان ابن رفع حصلت بالفعل انفاق ولا حجر؟ لا مش حجر، لا انفاق. حتى يعني الانفاق دوت بيبقى لحد الولد ما يشتغل ويتقاضى اجره ويبقى معتمد على نفسه. ده اتطبق من امتى القانون؟ لا هو موجود حاليا. بجد؟ موجود. انا اول مره اسمع، لاني ما سمعناش فعلا ان هي حصلت. لا هو موجود حاليا لحد سن 15 سنه. ان الابن يرفع قضيه على والده لما يعدي 15 سنه. 15 سنه. الام مش بترفع في 15 قبل ال 15 الام اللي بترفع. هو هنا في استثناء، هو المفروض التوكيلات العاديه بيبقى سن 21 سنه، انما في الاحوال الشخصيه ده بيبقى توكيل احوال شخصيه. يعني بيبقى هنا القاضي يعني في اعتبارات تانية ان ده موضوع اسري وكده. فهو حتى سن الحضانه لحد سن 15 سنه والولد او البنت بيخيروا اذا كانوا هيعيشوا مع الاب او يعيشوا مع الام، حتى ده طبقا للقانون الموجود حالي. فهنا الزوجه بترفع دعوه وبتاخد حكم بعد كده وبتحاول تنفذه عن طريق الانتربول، ولو هو بيشتغل في مكان او بيستصدر حكم جنائي عليه لما بيجي بيبقى في حكم عليه لازم ان هو يعمل معارضه على الحكم ويبدا ان هو يدفع المديونيه اللي عليه يعني من متجمد نفقه. واحيانا زوجات كتير ما بتلاقيش الزوج اصلا عشان تنفذ عليه دعوه،
فبتلجأ لحاجة اسمها بنك ناصر الاجتماعي يديها نفقة مؤقتة لحين التنفيذ على الزوج. اه والله. وهنا في مش إشكالية كبيرة في بنك ناصر الاجتماعي ان هو بيدي نفقة 500 جنيه فقط. فقط. مهما كان عدد الأبناء. يعني لو عندها 10 أولاد هيديها 500 جنيه. في الشهر. فهنا برضو بنطالب بزيادة مبالغ النفقات في بنك ناصر الاجتماعي على الأقل يزود المبلغ شوية يكفي عدد الأبناء. عندك حق. طب دكتور. في نقطة أنا برضو عايز أكملها. بيلعبوا برضو بنقطة التعليم. يعني لو مدرسة دولية ومتطلقين. مصريف المدرسة الدولية كلنا عارفين. تلاقي الأب مش دافع. والأم طب هجيب منين؟ وتبتدي الام تقول لابنها او بنتها باباكي ما بيدفعش فيبتدي يحصل كراهيه. ساعات بيغيروا المدرسه يروحوا مدرسه ثانيه. ساعات نغير مدرسه ثانيه مدرسه اقل او الجامعه يجي مثلا خلص ثانويه عامه وعايز يخش كليه بس ما جابش مجموع جامعه حكوميه وعايز يخش جامعه خاصه او جامعه حكوميه بكريدت اورز بمصاريف فيبقى عايز يخش فتلاقي الاب ايه متخاذل وتلاقي الام بقى يحصل فيه ولايه تعليميه. يا دكتور في حاجه اسمها ولايه تعليميه بيخليني بقى يعني الزوجه لما بيبقى معاها الولايه التعليميه ما يقدرش هو يسحب الملف يوديه لمدرسه تانية برضو عشان نفهم الناس. طب تاخد الولايه التعليميه دي ازاي؟ ده قرار من المحكمه في يومين. الولايه. طب انا بس كان سؤالي ايه الست بقى اللي بتصرف؟ احنا المره اللي فاتت سالتك الراجل اللي بيصرف ساعات يجنح للعنف. الست بقى اللي بتصرف وموافقة وكل حاجة تفتكر نفسيا تبقى عاملة ازاي؟ تبقى مسترجلة شوية؟ تبقى كسرة عين جوزها؟ تبقى العلاقة ازاي؟ يعني اكيد حضرتك شوف في غير انا شفت في دراسات برا معمولة هما بيسموها البريد وينر يعني اللي هي بتجيب بتاكل بعيشها يعني بتاكل او اليد العليا فتلاقيها دايما بيقولك تبتدي يحصل لها احتراق ذاتي يعني احتراق ذاتي يعني تبتدي اجهدت جدا مش قادره جدا الدنت تبتدي تلاقيها ابتدت ايه حاسه ان مفيش حد جنبها واقف جنبها فتبتدي تلاقيها مثلا راجعه البيت منهكه جدا بتقعد مع نفسها تعيط تلاقيها لما تروح شغلها اي حد يقول لها حاجه تلاقيها عصبيه جدا مش طايقه ده من غير جوازه بيحصل يا دكتور يحكي عننا قوي. ايوه اليوم بقى صعب جدا والله ومن غير جواز فعلا الاحتراق الذاتي ده موجود الاحتراق الذاتي ده موجود لا بس الشغل. كمان احساسها بالغبن في البيت بيزود يعني هي بترجع البيت كمان هي بترجع البيت ساعات مش عايزه ترجع او تيجي بقى الشكوى بشكل انا بعاني من الام في جسدي كلها تقعد بقى تدور يعني هي ما بتجيش الشكوى ايه صراحه احنا الناس بتجيلنا دايما لما تيجي العياده ما تقولش الشكوى صراحه تلاقي مثلا ما بنامش مزاجي مقريف جسمي كله مكسر يا دكتور تبتدي بقى تتكلم معاه طب انت بتشتغل انا تبتدي بقى تفتح بقى. لا انت حضرتك بتتكلم او كويس قوي ان حضرتك رحت للحته بتاعه الاحساس بالغبن لا انا سؤالي العلاقه ازاي في الست هي اللي بتصرف وهي اللي فاتحه البيت ساعات هكمل في زوج انا قلت لك العلاقه بقى ازاي بقى بينهم سوا ساعات هي بتبقى الست مستسلمه ومستكينه وراضيه بالحكايه دي منها جدعانه ومنها هي بتحب الراجل بالراجل ده ومنها مبدا ظل راجل ولا ظل حيطه خلاص انا مستسلمه ورضيت بالامر الواقع ومن وانا صغيره بيتعامل فيا كده يعني انا كنت بصرف على بيت اهلي خرجت اتجوزت بصرف على 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 جوزي ما عندهاش بدائل اخرى هتيجي ترجع لاهلها اهلها يقولوا لها مفيش عندنا طلاق مفيش عندنا مبدا طلاق الولاد اللي اتجابوا خلاص بس وبعدين ساعات بتحس انا مبسوطه بتراضي نفسها بالظبط هو في نوع كل واحده بتراضي نفسها في نوع تاني يعني. يا دكتور اللي هي الست اللي هي مستقله ماديا وهي بتحس بمتعه ان انا جايبه لك القميص مش متعه بس في هي لا بتبقى حاسه بمتعه في واحده حاسه بمتعه وفي واحده ايه بتبتدي تقوم ايه مرضيه نفسها خلاص واحنا المستسلمة دي كلمنا عليها انا قصدي النوع التاني وبعدين المستسلمة بتبتدي تراضي نفسها في واحدة تانية انا عايزة ابقى ايه لا انا قصدي النوع التاني اللي هي مبسوطة انا فرحانة كده انا فرحانة كده مش عايزاك تصرف عليا انا هصرف على نفسي وهصرف عليك على وانا من اسرة مثلا وانا اللي ماسكة وانا من اسرة مثلا غنية او اسرة هي بيبقى عندها متعة في العطاء مش عطاء على قد ما ساعات لا مش عطاء انا فاهم قصدك ايه فهمت قصدي؟ ما بتبقى عندها حته هي عايزه حته السيطره نرجسيه شويه انا مسيطره واول ما يفتح ماني توكس اول
صاحب الفلوس هو بيمشي كلامه. اول ما افتح بقى، اول ما تفتح بقك تنبص له من فوق وتحت، اللي هو بالظبط انت ايه اللي بتكسر عينه، ده انا اللي ملبسك وانا اللي جايباك، اللي هي بتقوله اللي فده برضه هي بتبقى غلطانه. او مثلا حد من الاولاد يتكلم ده انا اللي بصرف عليك، وده نوع من الشخصيه، مش علاقه صحيه، ده نوع من الشخصيه. ما احنا ما بنتكلمش، هي بتسال نفسية على حاجه مش صحيه. احنا بنتكلم على جميع الانماط، كذا كذا نمط اللي بقول لك بشوفه او بيتكلموا عليه الكتب. فديت بتبقى راضيه جدا مبسوطه كده، وساعات بتختار حد كده، ساعات بتبقى مختاره حد كده، او هي بانيه الجوازه على اساس كده. يعني بيقول لك همشي بنظام، ساعات زي دول افريقيه الست هي اللي بتصرف والراجل. خليني اروح للاستاذه ولاء شويه، برضو عايزه اسال حضرتك عن لو دلوقتي في عقد الجواز كتبنا شروط معينه تمام، وجت او سوري عفوا عند الطلاق كتبنا اتفقنا بالود ان هو هيصرف هيديني كذا بمبلغ معين او والولاد والرؤية والكلام اللي بيحصل ده كله، وبعد كذا سنة حسيت ان انا منهكة وتعبت ومش قادرة والفلوس مش مكافية والولاد بتكبر ومسؤوليتهم بتزيد جدا معايا، هل في الحالة دي ينفع ان انا اتكلم معاه بالود ولو ما وافقش ارفع قضية بعد الاتفاق المكتوب؟ فعلا هنا القاضي بيشوف لي ظروف الحياة والأسعار حاليا هل تتواكب مع ما فرضوا على نفسه. يعني هو مثلا عملوا عقد اتفاق بنفقة شهرية سي مثلا 1000 جنيه في الشهر، بعد كده الأسعار زادت، الحياة والمتطلبات الحياة والمصاريف زادت، فتقدر ان هي ترفع دعوة زيادة على المبلغ اللي موجود في العقد طبقا للأسعار الحالية. هنا القاضي بيستجيب للزيادة اللي والله عندنا قضاء عادل جدا كويس جدا. القاضي بيبقى أهم حاجة عنده المصلحة الفضلة للصغير، يعني بيشوف الأبناء وبيسمعهم على فكرة في المحكمة، وبيشوف الحياة نفسها عاملة إزاي، وفي بيبقى فيه خبير وفي أخصائي نفسي، واي دعوه اصلا بتترفع بتروح لحاجه اسمها مكتب تسويه المنازعات. طب ولا عندي سؤال في الحته دي، هي دلوقتي الراجل جوزها مش بيصرف عليها بس هي بتحبه وعايزه تكمل معاه ومش عايزه تتطلق ولا عايزه تعمل خلع ولا نفقه ولا اي حاجه، فهل ممكن من الناحيه القانونيه ان هي تروح المحكمه تعمل حاجه تقول لهم حاجه علشان يصرف عليها مع فكره ان هم لسه متجوزين؟ تمام، في حاجه اسمها مكتب تسويه. يعني ايه مكتب تسويه؟ يعني بنلجا للطريق الودي الاول قبل ما نرفع دعوه، لو حل النزاعات. حل النزاع اوكي، بيبقى اخصائي نفسي بتحط هي رقم موبايله والعنوان وبنبعت له جواب، انا كمحاميه برسل له جواب بقول له تعالى في الميعاد الفلاني في اليوم الفلاني في المحكمه، وبكتب عنوانها وكل حاجه. ترجعي لدكتور ابراهيم مثلا، حضرنا يا دكتور. فبيجي خليني اقول لك بقى في الحته دي، ففي حد ساعات يقول لك لو دخلتي حد وسطنا يبقى انت كده ايه مش مكمل. مظبوط. انا مش عايزه، بس انا عايزه اقول، بس انا عايزه اقول دور المكتب ده بيعمل ايه. حتى لو جت لي العياده، حتى لو جت لي العياده واتكلمت، مش مكتب خالص، جت العياده واتكلمت وقالت لي لو سمحت كلمه، اجي اكلمه يقول لي هي دخلتك ليه، حكيت لك اسرارنا، اصل هي بتحبه يا مش عايزه تكلمه. دور المكتب ايه بقى؟ دور مكتب تسويه المنازعات ان هو يحاول يصلح ما بين الطرفين، وده القانون هنا وضعه يعني المرحله ديت قبل رفع الدعوه علشان فعلا ممكن يحصل صلح ويحصل عقود اتفاق تتكتب في المكان ده، في مكان مكتب تسويه المنازعات اللي هو بيكون في كل محكمه اسره. فهنا بيجيب الزوجين ويحاول يبقى فيه ود ويحاول ان هو يطلعوا اتفاق. بس انت عندك حق، انا بتجيب ثانيا انا احيانا يعني حتى في قضايا الخلع بيحصل ان الزوج بيتراجع لما يلاقيها رفعت دعوه خلع، ودي حصلت معايا كتير جدا. يعني ايه الزوج يتراجع؟ يعني لما يلاقي ان هي خدت فعلا الخطوه مش مجرد تهديد بيتراجع عن تصرفاته. بالظبط، وبيقول لا وبيخليها تتراجع عن الدعوه. دي الخطوه اللي قبل المحكمه. يا دكتور ابراهيم قول لنا دلوقتي لاي ست تعبانه من حياتها وخلاص مضغوطه جدا من التزامات الحياه والمسؤوليه اللي هي طول الوقت بتكون فيها في البيت وفي شغلها ومع الولاد، روشته سريعه. روشته سريعه، لازم كل اي واحده ست مش معيله او مش معيله كل يوم، لازم كل الستات يعني كل يوم لازم تاخدي لك خمس دقائق كده تفصلي في اليوم، اسمعي اغنيه حلوه، اسمعي مزيكا حلوه، اتفرجي على لقطه حلوه، اقعدي على الفيس. خمس دقائق بس يا دكتور؟
اقل حاجه. ما انا بقول اتليست يعني اتليست. اصل في واحده تيجي تقول لك انا ما عنديش وقت خالص، انا برجع البيت او مش شغل او مهدوده او ما عنديش الخمس دقائق، فانا بقول على الاقل خمس وقت ليها هي نفسها، وقت مستقطع يعني، وقت مستقطع ليها الفصل. عشان لو ما فصلتيش هيحصل لك ايه؟ هتتحرقي، هتتحرقي نفسيا، هتتحرقي نفسيا وهيأثر على جسمك كله. و خدي برضو وقت ان انت تتمشي خمس دقايق، اعملي اكل انت بتحبيها مش عشان حد طالبها، عشان نفسك، عشان انت عشان نفسك. غيري في تسريحة شعرك، غيري في مكياج، كل اعملي كل يوم خمس دقايق كده، ادي نفسك خمس دقايق تعملي حاجة جديدة مختلفة مش ثابتة عشان تخرجي بره بره المود. دلعي نفسك انت قبل ما حد يدلع. ما استناش الدلع من حد، دلعي وحبي نفسك وقدام مرايتها واقفه بتدلع براحتها يا دكتور. بقوله ده مش عارف، دلعي نفسك يا اختي خلاص. وطبعا لاي مشاكل القضاء عندنا عادل جدا، وزي ما استاذه ولاء قالت كلام كتير جدا مفيد لاي ست. لا بس ولاء طب بقوانين برضه، تعديل قوانين يعني في شويه. عايزه اقول ان اهم حاجه الموده والرحمه بين الاثنين، هو ده اللي ربنا قال عليه. واحنا لو فعلا طبقنا كلام ربنا يا جماعه بيوتنا كلها مش هيبقى فيها قضايا ولا مشاكل ولا اي حاجه. اكيد. ومع تعديل القوانين، مع تعديل القوانين لان الاطفال ما يروحوش المحكمه في سن الصغير. لا احنا اكيد البرلمان بيتفرج علينا دلوقتي ويبقى في تعديل في قوانين الاحوال الشخصيه وقوانين الرؤيه دي، قوانين الرؤيه على الامراض النفسيه نتيجه انفصال الاهل والخلافات، الخلافات التي تنتج على انفصال عدم حد في انفصال غير حضاري. احنا للاسف احنا عندنا الانفصال غير حضاري. احنا للاسف وقتنا خلص، بس استمتعنا بوقتنا معاكم جدا واستفدنا كمان منه. بشكرك شكرا جزيلا استاذه ولاء عدلي المحاميه ودكتور ابراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي. مشاهدينا يا رب تكونوا استفدتوا فقرتنا دي، عشان خاطر فعلا الموضوع اهم من ما احنا متخيلين. بلاش نستغل الولاد، وكل واحد اتصرف في حياتك بالشكل اللي يريحك، ولكن وقت ما تاخدوا قرار الانفصال انفصلوا بهدوء جدا بتحضر فعلا. واستنونا بعد الفاصل لسه مكملين في ثلاث ستات. الأسبوع اللي فات كان ختام المهرجان، مهرجان الدولي للمسرح التجريبي. المهرجان الدولي للمسرح التجريبي عمره السنة دي 27 سنة مع توقف ثلاث دورات تقريبا. السنة دي رجع اسمه تاني، كانوا غيروا اسمه بس السنة دي رجع تاني الاسم. من 27 سنة أو من 27 دورة كانت بدايات المسرح التجريبي اللي علمنا كلنا حاجات كتير وعلم كل المسرحيين حاجات كتير. من الفائزات في المهرجان ده كمخرجة أو يعني طبعا كمخرجة أو كصاحبة عرض، دعاء حمزة. اهلا وسهلا يا دعاء. اهلا بيك يا سلوى. اهلا ورانا يا دعاء بجد. لا ارجوكي لازم تقولي الله سلوى لان انت اللي عودتيني. ايوه لان زوما انا كمان. دعاء بجد احنا مبسوطين جدا ان انت معانا بجد. دعاء كمان عايزه اعرفكم ان هي بنت الشاعر العظيم محمد حمزه، اللي هو كتب اكتر من 1200 اغنيه، يعني منهم مثلا اي دمعة حزن ليه لعبد الحليم، سواح، يا حبيبتي يا مصر بتاعت شاديه اللي احنا بنغنيها لحد دلوقتي. اي في اي مؤلفات كتير بالظبط. ووالدتها كمان استاذه فاطمه مختار الاعلاميه الكبيره طبعا الله يرحمها. فهو السؤال بس الاولاني، هل عندكم جينات في العيله فنيه؟ يعني هو واضح طالما غير دينا طبعا كمان. هو يعني انا ودينا وحتى اخويا، يعني انا اخويا بيكتب شعر، الوحيد اللي واخد سكره الشعر هو اخويا، بس ما احترفوش يعني، هو معتمد على فكره انا بعمل ده لنفسي يعني. لكن انا ودينا ما بنكتبش شعر، لكن واخدين في المسرح، في دينا في السينما شويه، بنتي بتاخد يعني. لا بس عندكم مفردات مميزه يعني. انا صديقتكم على شرف لي يعني فعلا. مرات بوستات كتير ليكي او لدينا تحسي انها ترقى لمستوى الشعر بجد. ده فانتوا وارثين فعلا. لا ربنا يخليك. يعني احنا ممكن اكون في الكتابه العاديه الواحد بيحب يكتب زيه، لكن لا ما اقدرش اقول خالص ان انا لي علاقه بالشعر يعني، ولا انا ولا دينا. لكن اخويا هو اللي عنده الملكه دي برضه شويه، خدها غير كده لا. بس دعاء انت اصلا خريجه اداب، اداب قسم اللغه الانجليزيه. طيب. اداب انجليزي جامعه القاهره. ده ايه علاقته بقى يعني، ايه اللي غير اتجاهك للمسرح؟ احكي لنا. لا بس اظن في علاقه بين اداب انجليزي والمسرح، علاقه كبيره.
بس يعني مش فنون مسرحيه مثلا. يعني في احنا انا لما دخلت اداب انجليزي دخلت عشان الروايه والنقد، يعني دي كلها مجالات هي مسرح. انا باخد هاملت، انا باخد، كنا بناخد معظم المسرح الانجليزي والامريكاني. فانا عايزه اقول لك ان انا حتى بعد ما اتخرجت التحقت باكاديميه الفنون قسم اللي هي نقد فني، واتعاملت بشكل مباشر مع الدكتور. الله، انت خريجه نقد فني؟ انت زميله قسم التذوق الفني، لان انا كنت ساعتها درست لك بقى نهاد صليح. لحقتي دكتوره نهاد؟ دكتوره، ما هي دي كانت البدايه. بس ما لحقتيش فخري قسطندي؟ انا اصلا كنت بحكي عليه من شويه، كنت اسمع عنه بس ما شفتوش. لكن دكتور رفيق الصبان، دكتور محمد مرشد، الحقيقه في الدكتور في استاذ في السينما، لكن هو كان فنان وممثل لفتره، بس حقيقه هو استاذ معلم كبير قوي في السينما برضو. لا يعني في تذوق السينما بالظبط. واحنا برضو في الجامعه كان دكتور عبد العزيز حموده، يعني استاذ النقد والدراما، يعني دكتور محمد عناني، دكتور يعني دول يوم على جامعه القاهره فبالتالي حتى الدكاتره اللي من الاجيال الثانيه، دكتوره سحر الموجي، دكتوره داليا شيان، كلهم ليهم علاقه بالنقد والدراما بالمسرح بشكل ما، يعني اساتذه. يعني انا بعد ما اتخرجت حتى كنت عايزه ادور، كنت بدور أو انا ورش. عايزه انا اخدت ورش بعد كده، يعني انا كنت بدور على ان انا عايزه اتعلم مسرح اكتر. فدخلت نقد فني، استفدت الحقيقه جدا. بعد ما اتخرجت دخلت فنون مسرحيه دراسات حره، رغم ان اخدت فيها امتياز، بس برضو يعني كان ظروف الشغل وظروف ان انا كنت تقريبا بدور على التمثيل بس، يعني كنت نقد ودراما بس، ما لقيتش نفسي بالشكل الكامل. بس انت اخدتي جايزه تمثيل في الدرس بعد كده، لان الدرس. كل دي رحله اكتشاف ان انا عايزه ايه في المسرح، نقد ولا دراما ولا هروب من التمثيل، يعني كل حاجه الا التمثيل. ايوه يعني انا حضرت النهاد مره، كنا المفروض بنعمل حاجه مسرحيه كده في مهرجان الكتاب، في المعرض الدولي للكتاب. نهاد قالت مونولوج، قالت هاملت، قالت مونولوج الكينونة، ومثلته على فكرة، وهي سيدة النقد المسرحي. هي وهي بتدرس، هي بتمثل دكتور عبد العزيز حموده، مش كانش بيدرس لنا، انا كنت شايفه قدامي ممثل بيمثل الملك لير. هم بيدرسوا، مش بيدرسوا عادي، بيجسدوا الشخصيات ويتحركوا هم في المحاضره، ودكتور محمد عنيني في المسرح. محمد عنيني بالظبط. مش انا فضلت في الدايره دي لغايه ما دخلت ورشه احمد كمال، استاذ احمد طبعًا كمال. اخذتها من اروع الورش في الدنيا طبعًا. يعني انا دخلت قلت له انا مش عايزه امثل، انا عايزه اتجرأ، لان انا شخص عندي مشكله خجول. مع خجول شويه، عندي حاجات مجنونه بس ما بعرفش اطلعها، لكن مش عايزه امثل. انا مش ضروري تبقى اللي هنا يبقى يمثل. صح. طلعت منه عايزه امثل، يعني انا العكس تمام. طلعت منه لقيت نفسي انا بلف حوالين نفسي. انت بعد احمد كمان روحتي بقى الورشه؟ قعدت 8 شهور، قعدت اكتر من سنه او حاجه، وجت مع احمد كمان. بعد كده جه عرض اوديشن مسرحيه اسمها الدرس لكاتب فرنسي اسمه يوجين يونسكو، وانا رحت الاوديشن عادي وتم قبولي. كان مين المخرج؟ احمد حسين. أوكي. وكان ده ثالث عرض لي. هو كان المخرجين شباب، لكن وكان حتى الكاستنج مختلف، يعني كان هيبقى سيد رجب وبعد كده اختلف. جه الوقت ان بقى قدامي مين؟ عماد اسماعيل، هو بقى جوزي دلوقتي. هو كان ساعتها يعني انتوا ما كنتوش اتجوزتوا في الدرس؟ لا، كنا مخطوبين. بس مخطوبين. انا جيت الاول واتقابلت، وبعدين عمل اوديشن تاني لكذا حد ومالوش علاقه خالص ان عماد خطيبي او اي حاجه، فتم قبوله للدرس. مع ان العلاقه في الدرس بين دورك وبين دوره كنتوا تكرهوا بعض. ده بيموتني بالاخر. يمكن دي كانت بدايه بس انا عايزه اقول لك ان عماد كان يخد، لان كان هو المخرج عايز واحد سنه كبير، ما كانش عايز، لان الاستاذ ده استاذ مش طبيعي، يعني بعد كده بتعرفي ان بيقتل 40 تلميذه بعد كده، وبيقتل التلميذات اللي بيدرس لهم، هو مسرحيه عباسيه يعني. بس جوزي كان طالع دور المفروض يبقى سنه كبير، يعني داخل على 70 سنه او حاجه، وانا سني صغير، بس هو ممثل ولا من غير ميك اب، هو بيكبر على المسرح. فجاه بقى الراجل الكبير ده، والعرض ده خد بقى عمل. لا وانت كمان بتصغري على المسرح، فجاه بقيتي الطالبه الصغيره. ما احنا ما اعرفش، العرض ده كان بدايه ليا، وكان حظي حلو ان بدايه مع ممثلين محترفين زي لنا مشتاق وعماد ومخرج زي احمد حسين. فكان بالنسبه لنا احنا قعدنا 3 سنين بقى نمثل ونلف في ألمانيا وبراغ وكندا، نمثل العرض ده وفي القاهرة، وخدت فيه جايزة، ودي الجايزة الوحيدة الله. اللي كانت بالنسبة. أيوة. واستغربت وطبعا أول عرض ليا، وده يعني في المهرجان القومي للمسرح. يعني كان فيك معاكي ممثلات بيمثلوا بقالهم 20 و30 سنة. لجنة التحكيم خاصة، وكانت اللجنة فيها
رفيق صبان وفيها ناس كبيره قوي قوي يعني كانت ناس عظيمه. احنا خلصنا انا كل ده ما دخلتش الورشه، كان فرقه الورشه استاذ حسن الجريتلي من الناس اللي بيقعد يلف الورد كده ويتفرج على الناس، شافني في الدرس قال لي تعالي انا عايزك معانا في الورشه. فرقه الورشه طبعا اتكلمتوا كتير قوي عنها، حسن الجريتلي ونجيب جويلي ومبدعين، طلعت كل المبدعين والمبدعات اللي معانا. انا دخلت الورشه في وقت على عرض على طول، للاسف ما لحقتش مرحله التدريبات الكتير. بس صوري كده احسن، لان كتير من ممثلين الورشه بيقولوا احنا اتدربنا وعايزين نمثل ما مثلنا بالزبط. يعني عبد العظيم قال لنا كده، قال انا كنت عايزه امثل اكتر من انا يعني استفدت، لان هم كمان البروفات في الورشه مش عادي، يعني يجيب لنا حد في الرقص المعاصر، حد في التحطيب، حد في العديد. انا طبعا العديد ده اللي هو الستات اللي بيعددوا، فلان في جزء في العرض كده، فكل ده ورشه بالنسبه لي برضه. يعني انا لقيت نفسي عددت في العرض وانا عمري ما عملت ده قبل كده، يعني انا ما عملتش التجارب دي قبل كده، فكانت ورشه برضه. يعني وحكيتي في الورشه؟ حكيت في الورشه، حكيت حكايات تراثية وحكيت حكايات عن غزة، كان أطفال غزة يعني بيحكوا حكاياتهم ومأساتهم. أنا مش فاكرها خالص، مش من أكتر من 11 سنة للأسف أو حاجة. بس العديد ده أنتوا عملتوه في نساء طروادة ولا في إيه؟ عملناه في آخر مشهد في نساء طروادة. في نساء طروادة بالظبط. ده يعني اللي هو إيه؟ أنا حتى كان كلام أنا فاكراه باب الجحيم اتفتح رضو مش عارف حاجات كده، كان كلام مكتوب للأستاذ جرجس شكري وإحنا عملناه عديد كده، وكان معانا دينا الوديدي وكان معانا نهى العمروسي وكان معانا ناس كتيرة قوي، وكنا بنعمل العديد بشكل غنائي وشكل يعني شكل فني حلو قوي. بس طبعا يعني احنا بعد المرحلة دي انا بعديها دخلت تاني عايزة ان انا اشوف مسرح تاني، دخلت الهناجر قبليها، لا قبل كمان الورشة دخلت الهناجر. الفرقة بتاعتكم المستقلة دي المرحلة اللي هتتكلمي عنها؟ ده لسه قدام شوية. كل ده انا عملت مسرحية في الهناجر قبل الورشة كمان، كان مسرحية مع الاستاذ طارق الدويري اسمها الجراد، والهناجر ده كان حلم. انا الهناجر ده كنت قاعدة اتفرج على استاذة سلوى وطبعا عايدة عبد العزيز واستاذ يعني كل دول اساتذة، خالد الصاوي، خالد صالح، معتز عبد الصبور، ناس كده انا كنت بتفرج زي الحلم. انا كنت بدرس وكنت باجي اتفرج ان ايه دول، ايه المتعه دي. يعني انا قبل كده كنت بحضر مسرح في القومي وسمير غانم، بحب الحاجات دي جدا، بس اول مره في المستقله احس انا نفسي ابقى مع دول، انا نفسي ابقى زي الفنانين دول. نديها بالظبط، هم بقيتك في الهناجر، في الهناجر والمستقلين هم اللي خلوني وانا بتفرج التمثيل ده اللي بحبه، الاخراج ده اللي بحبه. يعني ده بعد الرحله الطويله، انت قلتي في بدايه كلامك ان انا عماله عايزه اكتشف، بتدوري على حاجه بالزبط. ولسه ما لقيتيش بالزبط. دلوقتي تقدري تقولي ان انت بعد ما دورتي كتير اكتشفتي ان انت فعلا ممثله؟ انا ده اكتشفته من بقالي 10 سنين بصراحه، قلت انا مش هينفع ابقى غير ممثله. ده متاخر لان انا ابتديت وانا عندي 30 سنه ان انا افكر، انا دلوقتي عندي 41 سنه. ف ده دعاء ما تقوليش انت شكلك صغير. انا لا او 30. خلي بالك يا دعاء انه معظم الشخصيات المسرحيه ستات اكبر من 30 سنه. ما يعني انا ميديا صح بالظبط المكتوبه للمسرح. ما هو انا بالنسبه لي ما كانش فارق قوي، لان بحس في المسرح بالذات وبرده في السن تقدري بموهبتك طبعا في بس تقدري تعملي حاجه تصغري وتكبري وتغيري ما اعرفش ازاي، بس دي متعه لوحدها. فانا بالحقيقه انا قررت ده وانا عندي 30 سنه ان انا عايزه ابقى ممثله. بس طيب اكتشفت ان كمان ان انا مخرجه وانا ما كنتش عارفه ده. ايوه انا كنت لسه هسالك على الاخراج. انا ما كنتش عارفه، انا بفضلت متردده على الاخراج ده يعني لفتره طويله. بس انت مخرجه ومنتجه ولا عماد اللي بيقوم بالانتاج؟ انا انتجت العرض ده. انا من انتاجك من اول المونو دراما بتاعت صح النوم اللي متاخده من نوبه صحيان نص ايطالي لداري. بس يبدو ان نوبه صحيان ده وشه حلو جدا عشان ده بدايه عبله كامل. لا بالظبط، لان ده بدايه برضو عبله كامل، بس طبعا استاذ عبله كامل حاجه يعني الواحد ما يقدرش يقارن نفسه بيها، حاجه كبيره جدا يعني. بس هي انا بصراحه كنت بمثل كتير، بس دايما بدور على ادوار انا عندي، بس المخرجين مش شايفين عندي اللي عليكي طبعا. لاي عليكي جدا. ايه الدور اللي بجد انت نفسك يعني نفسك قوي تلعبي الدور ده والناس مش شايفاكي فيه؟ والله هو اي دور ملوش علاقه بشكل المتوقع، بمعنى انا بس ده حصل في مفتاح شهره. ده انت عملتي يعني ادوار كتير في مفتاح شهره، ما اعتقدش حد كان هيوظفني في مفتاح شهره او حتى صح انه. انا فاكره استاذ خان لما رحت عملت اوديشن لفتاه المصنع فقال لي شكرا، كان مرشحني لدور وقال لي حاجه من الحاجات فتيات المصنع وكده، فقال لي شكرا وكان ذوق جدا وكلموني ان يعني حد تاني خد الدور، وانا قلت عادي ده الاوديشن انا بروح قليل بس يعني ده استاذ خان يعني. بعد كده جه عرض
صح النوم. قال انا ما اعرفش ان هي عندها كده، انا ما اعرفش ان انت عندك كده خالص. يعني هو في الكاميرا اتعامل مع دعاء اللي شايفها يمكن، بس لما جه العرض شاف حاجه تانية خالص. فانا ده اللي دايما بقوله، ان يمكن الواحد متوقع من الممثل اللي قدامه، عشان الممثل عاده بيبقى يعني انا ما بعرفش اطلع اللي عندي، ان انا هعمل هعرف اعمل ست مش هدخل عليكم بدور رقاصه يعني او بدور مش يعني عارف ساعات انه الحقيقه الاوديشن بيظلم جدا. الاوديشن كمان ايه بيطلع. الورقه واقول قدامهم الحاجه صح. انا عاده ما بعرفش اطلع كل اللي عندي من اول مره طبعا. انا يعني للاسف ممكن في ناس تعرف تعمل كده، بس انا حقيقي اللي بيطلع مني 10% في اول قرايه، يعني انا بعد كده بيطلع اكتر من كده. بس انا ما اقدرش اقول غير ان كويس ان الراجل زي ده يعني جه ولبى الدعوه طبعا. وحضر وشاف، يعني على الاقل بعرف ان في ممثله في المنطقه دي يعني. فانا بالنسبه لي لما اخرجت لنفسي تقريبا انا طلعت الحاجات اللي نفسي اطلعها فيها. يعني نفسي اطلعها غير يعني او طريقه تمثيل تانية اللي انا اتربيت عليها في الورش، سواء استاذ احمد كمال سواء حسن الجريتلي سواء الورش الاجنبيه اللي خدتها مع امريكان او غيرهم. الطريقه اللي في التمثيل اللي بحبها، اللي ممكن حد يقول لك لا حاولي تاخدي الميزانس، يعني تاخدي الحركه دي وانت بتقوليها. انا عايز اتحرك مش كده، انا عايز اتحرك عادي يعني زي ما بنمشي نمشي على المسرح زي ما مش ميزانسان كده. مش ميزانسان واقول الكلمه دي والاضاءه الحمراء تيجي عليا. أيوه. انا مش متضايقه من ده، بس مش عايزه اعمل ده. انا عايزه اقول اقعد عادي قعدتي دي، احط رجل على رجل عادي واقول الكلام. بس دي المدرسه الجديده في الحركه المسرحيه بالظبط، انه ولا مره انا في كده انا بحب ما بيدوناش ميزانسان بيسيبك تتحركي بالظبط. انا عشان كده حبيت المسرح المستقل شويه، لان واخد من السينما طبيعه الشخص طبيعي، في نفس الوقت عارف قوي مفردات المسرح. مش ممكن ادي ظهري وانا مش اقول الكلام لجوه، او يعني لا عارف يعمل ايه وعارف يخليه طبيعي ازاي، وعارف انه ايه يعني لو اتجننت وعملت حركه ايه يعني ايه اللي هيحصل. يعني بس ممكن تدي ظهرك وتقولي الكلام لجوه اذا متوظف يعني بالظبط. يعني قصدي ما اقولوش يعني اكيد حضرتك عارفه ده، يعني ان اقوله بس ابقى ظاهر زي كده يعني في الافلام المستقله، ابقى اوطي صوتي بس ازاي صوتي يبقى باين. يعني الحاجات دي استفدتها في المعهد شويه اللي قعدت فيهم على فكره. المعهد بيطلع ما فيش واحد في المعهد مخارج الفاظه تطلع يعني صحيح. يعني عارف هينطق ازاي، عارف هيقف ازاي، يعني استفدت منهم ده. يعني انا كنت ساعتها بدرس نقد ودراما، بس كنت بدرس تمثيل معاهم من غير ما اقف امثل معاهم. والله مين درس لك تمثيل في المعهد؟ دكتوره سميره محسن، دكتور سامي صلاح، دكتور سامي عبد الحليم. للاسف خدت سامي عبد الحليم طبعا. سامي دكتور سامي صلاح ده يعني كان يعني جميل جدا، يعني كان مبهر ان هو بسيط مع الناس وبيفهم وعنده طبيعه كده مرنه، بياخد ويدي مع اللي قدامه. سامي صلاح كان بيعمل دوبلاج كتير، يعني هو كمل دور هنيدي في تيمون وبومبا. والله يعني هو بقى هو اللي كمل يعني هنيدي بقى نجم السينما وكده. اول مره هو عمل تيمون مكان الدوبلاج ده حكايه لوحده يعني. لا دعاء انا عايزه اعرف منك تفاصيل سريعه بس عن مفتاح الشهره، لان للاسف الوقت جري واحنا مبسوطين جدا معاك. لا احنا هقول لك سريعا. هي فازت بمركز الشهره من غير الف ولام، عشان هو اسمه مفتاح شهره. العرض ده اتعمل 2017، كان ابتديت كتابته في 3 شهور. كان من انا كان نفسي اعمل حاجه عن الكومبارسات بشكل عام. انا كنت دايما بتفرج عليهم، او الان بقى كمان هتستغربي انا بتفرج عليهم وبشوف حاجه يعني بينا مشتركه. ايه هي الفنانين؟ ما اعرفش يعني، هي نفس الفئه بس فئه يعني كمان مقهوره اكتر يعني. فكنت نفسي اعمل هم الناس دي بتشتغل كتير قوي وبتتعب كتير قوي وما بتاخدش فلوس كتير وتهان احيانا في طريقه الكلام. لا دايما يعني دايماً. يعني بطريقه قاسيه قوي. طب هم مستحملين على ايه؟ مش مشهورين. طب ايه اللي خليهم مستحمل ده؟ وفي منهم حاسس انه موهوب قوي ويبان مش موهوب والناس تضحك عليه، وفي ناس انا حسيت ان عايزه اعمل ده. وكنت بتفرج على شخصيات بعينها. فايزه انت اديتي العرض لفايزه. فايزه عبد الجواد، عارفه الست اللي هي السمره كانت بتطلع؟ ايوه دي بقى لما شفتها بتتكلم بقى مش معقول، ست عالم تاني كده، ست قويه جدا وغلبانه جدا واشتغلت شغلانات كتيره جدا، فبقت بالنسبه لي ملهمه للعرض. بس انا قلت انا هاخد الحاله دي وعايزه احطها
في سياق درامي مكثف، لان انا كنتش عايزه اتعدى الساعه دايما العروض اللي بحبها، ما مش عايزه مده اطول. ففكرت في اتنين كومبارس بيتم طردهم من مشهد تمثيلي لان الممثل اتلخبط يعني، ففي العادي يجيب غيرهم يعني، ووقع الشربات على زميلته يعني عشان كانوا عاملين عريس وعروسه. بس هما بيدخلوا اوضه الملابس يجيبوا حاجاتهم اتقفل عليهم بالخطا، المده اللي اتقفل عليهم العرض دي هي مده العرض، واتقفل على الجمهور معانا احنا كلنا مع بعض يعني، هي المده اللي واجهوا بعض فيها واللي حلموا فيها، والملابس بقى اللي استخدموها اللي بقت بالنسبه لهم دول ادوار البطوله اللي مش هيعملوها بره ده. فابتدوا يلعبوا شجره الدر، تلعب زوز، ويلعب هو عيسى العوام يعني، فبقت غرفه الاحلام يعني، لدرجه حتى لما فتحوا الباب في الاخر هم مش عارفين هيخرجوا. الله. هيخرجوا الله حلمهم ازاي؟ زعلوا قوي انه الحلم خلص، مش انهم خرجوا من ده، العكس ده كانوا عايزين يقفلوا ويقعدوا اكتر يعني. بس لما خرجوا برضو كان في قوه مختلفه غير ما دخلوا خالص، اعتقد هم بقوا مع بعض الحلم. يعني مارسوا الحلم ومشوا وهو معاهم، معاهم حته منه، هما سارقين من الماء. طيب دعاء، انت مشوارك اكبر واغنى من احنا طبعا. اللقاء ده حقيقي بجد، وانا يعني من اشد المعجبين بمشوارك ومتابعاكي، وشفت لك معظم ادوارك. الرمادي مثلا كنت عامله دور حلو قوي، والدرس والنساء يعني مثلتي كتير، وكان عندك الشجاعه تنتجي وتخرجي. انا بشكرك لانك انت اقتطعتي من وقتك، لان انت كمان زوجه وام وبتشتغلي يعني. الحقيقه دعاء مثال للست المصريه الجميله الاصيله المكافحه اللي بتحلم وبتروح بتحاول تحقق حلمها، لانه كتير من الحالمين بيبقوا حالمين بس يعني ما بيتخطاش حلمه منطقه الحلم. لكن ما يميزك يا دعاء انك حلمتي و ماشيه في طريق تحقيق حلمك، ومش بس كده، انك انت من القليلين اللي فهموا التمثيل صح، اللي فهموا انه يعني اللي عايزينه من التمثيل هو انهم يحلموا، هو انهم يمارسوا خيال، هو انهم يروحوا يستمتعوا وينبسطوا. في كتير بيدخلوا التمثيل مش عايزين منه الا الشهره، على اسم دعاء في مسرحيتها، لان الشخصيه بتاعت دعاء كانت اسمها شهرة، وشخصية عماد كان اسمه مفتاح. واختيارها للأسماء هي أنا نسيت أقول أنه كمان دعاء صاحبة النص، يعني الست أنتجت وأخرجت ومثلت وألفت وكسبت المركز الثاني وأخدت المركز الثاني. ألف مبروك يا دعاء، شرفتينا جدا جدا جدا. ده كلام عظيم، بسطنا والله معاكي جدا يعني. إحنا كان نفسنا نكون إحنا كمان جهة تكريم ونكرمك على العرض الرائع ده والله العظيم. بس أنا أبقى معاك وهنا يعني مبروك ودايما في نجاح يا رب إن شاء الله. ميرسي قوي قوي. ختامها مسك. أظن كده ختامها مسك. نشوفكم الأسبوع اللي جاي، مع السلامة.